حلقة من العيار الثقيل، ولكن للأسف الضيف انسحب. وهذا ودي أول شيء أسألك يا علي طبعاً قبل أن أقول أن أنت شرفتني أنك تكون الضيف الثاني، لأن أنا كنت ناوي اليوم أنه يكون بينك وبين أبو علي الشيف. وش الله يسامك أنك قطعت روحت البيت. وسعدت جداً بأن أكون الضيف الثاني، وسعيد جدا بينكم في بيتكم ايضا وبينكم في ارضكم وجمهوركم. هذا اول شيء. ثاني شيء بالنسبه للانسحاب لابو علي وعدم حضوره، هذا اول شيء عدم احترام المواعيد، واللي وصلني خبر انه اتوقع ان تحديته على الهواء قبلي بفتره. صحيح، قبلي باسبوع اتوقع او اربع ايام. انا قبل شوي في الفقره تلخمتني وكنت بسعي اخر اربع دقائق، لكن نقول انسحابه حول استفهامات كثيره. ما أدري هل هو ممكن نقول شوفت نفس، هل هو ما يشوف الفكرة، ما يشوف الفقرة شيء، ما يشوف المتسابق شيء، يعد نفسه فوق المتسابق. هذه أسئلة نضعها عند أبو علي ما زالت أجوبتها حبيسة صدر أبو علي. ما أتوقع أنه لها تبرير آخر. أنت متواجد، أتوقع أنه في المنتجع ولا في شيء يمنعك من حضور الفقرة. دخلت ذاك اليوم بكل عنترة كأنك أندرتيكر. فقرة بروفايل، فقرة بروفايل، فكنت ما شاء الله الوحش المحرر، فكنت أقول أنتم وأنتم 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 عشان تضع شو معين وتضع نفسك أنت المسكين. إذا قلنا لك اطلع برا، اطلع برا مطرود، فوضعت نفسك أنت المسكين وأنت كبش الفداء. فاليوم وجهت لك دعوة رسمية بشكل رسمي من الأخ حمد في فقرة رسمية في نقاش بيني وبينك، كان انسحاب وكان عدم تواجد. إنزين، أنت توه قلت الانسحاب ممكن إنه تكبر، زين ليش ما تشوفه من الجانب الثاني؟ ممكن يكون خايف من المواجهة، لأنه أبو علي دائما يتمسك بالقشة التي ما من تبرير ما لها أي حل. يعني ذاك اليوم هاني أتوقع قال كلمة بسيطة فتمسك في الموضوع هذا، لا أنا أقصد كذا، أنت تقصد كذا، لا تنشبني مع الجمهور. أبو علي فعلا 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 في أشياء معينة يتمسك بقشة عشان ينجو الموضوع الرئيسي اللي هو متورط فيه.